أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. نتحدث اليوم عن دور مجلس الشورى على مستوى الاقتصادي في الدولة، أهمية ما يناقشه مجلس الشورى من مواضيع ومحاور اقتصادية هامة، خاصة بعد إعلان المملكة لرؤيتها للعام 2030. الحديث بالتفصيل أرحب بضيفي في استوديو لهذا اللقاء، دكتور مشعل علي خبير استراتيجي وعضو مجلس الشورى سابقا، أهلا بك معنا دكتور مشعل. وأيضا أرحب المهندس خالد الغامدي خبير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعة، أهلا بك معنا مهندس خالد. حياة الله، مرحبا. أيضا ينضم إلينا من جدة دكتور فؤاد بوغري الكاتب الاقتصادي، أرحب بك معنا دكتور فؤاد. وننتقل إلى متابعة تقرير تالي ثم نستهل حوارنا. ب150 عضوا يبدأ مجلس الشورى أعماله بعد إعادة تشكيله بأمر ملكي وسط متغيرات جديدة تشهدها المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وانقضت الدورة السابقة للمجلس بمضامين نقاشاتها الدقيقة لتقارير الأجهزة الحكومية ووضع التوصيات ودراسة مشاريع الأنظمة والاتفاقات والمعاهدات الدولية. ومع التوسع الهيكلي والتنظيمي لمؤسسات الدولة، رفع مجلس الشورى سقف النقد وشمولية معالجة تقارير الجهات الحكومية مع التوسع في استضافة الوزراء للوصول إلى الأهداف المأمولة. ويواجه مجلس الشورى بهيكله التنظيمي الجديد ضغوطا اجتماعية لتحديد أولوياته لكل عام وتعميق موضوعية نقاشاته وطرح المواضيع الاستباقية في التفاعل مع المجتمع. ويقف مجلس الشورى في حدود صلاحياته أمام الكثير من السلبيات من خلال التوصيات التي تعم توجيه مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس عمق الموضوعات التي يناقشها. ومع الهيكلة الجديدة للمجلس تظهر الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات كما في قضايا المرأة والشعب، في استضافة مراتب المسؤولين وتعزيز التواصل مع معارض المجتمع للوصول إلى قناعاته في إيجابية أعماله. ارحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وارحب مره جديده بضيوفي في هذه الحلقه. دكتور مشعل، نستهل الحوار معك عن مجلس الشورى، دور مجلس الشورى في مناقشه القضايا الهامه، وكيف يعمل مجلس الشورى في آليته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اولا نهني اعضاء مجلس الشورى الجدد على هذه الثقه الملكيه الكريمه، نعم، بهم وجعلهم الله سبحانه وتعالى نافعين ولوطنهم مقدمين كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. مجلس الشورى الحقيقة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حرص المؤسس رحمه الله أن يقوم بهذه الشعيرة الإسلامية العريقة الأصيلة فيه، وهي شاورهم في الأمر وشاور أناس، والحق استمر المجلس منذ التأسيس، ولكنه أتى بثوبه الحالي الذي نراه عام 1414 في عهد الملك فهد رحمه الله. فكان الحقيقة المجلس يعني بدأ في 60 عضوا في بدايته، نعم، وبدأ في قفزات سريعة في التطور، وما لاحظناه الآن من أن مجلس الشورى هم حقيقة يعتبروا فكر الوطن ولسان الوطن، نعم، والحقيقة هو ثقة ولاة الأمر في يقدم ما هو الصالح في مسألة الرأي وصناعة الرأي. و نعم. الحقيقة كثير من القضايا التي تهم سواء تشريعية أو رقابية أو محاسبية الحقيقة للوزراء، ورأينا، نعم، في دوراته السابقة كيف، نعم، قدم نموذج الحقيقة، هو لم يصل إلى الطموح، لكن هناك نماذج في هذا المجلس الحقيقة هي تعتبر نوع من الطمأنينة على هذا المسار، لأنه تعرف أن الدولة قائمة على التشريع وهو يمثله مجلس الشورى، والتنفيذ وهو مجلس الوزراء، والقضاء وهو معروف مؤسسة العدالة في القضاء في المملكة العربية السعودية، نعم، تحكم بشرع الله جل وعلا، صحيح، والحق متضمن للدستور في المملكة العربية السعودية أساس في أنه يكون مجلس الشورى يختار من ذوي العقل وأهل الاختصاص الذين اختارهم، نعم، خادم الحرمين الشريفين وعددهم 150، ويشتمل على 20% منه نساء، نعم، وقدموا الحقيقة طرح متميز واضح، خاصة سواء النساء أو الرجال، نعم، والمؤمل أكثر،
صحيح، سوف نعود ونتحدث عن دور المرأة الهام في مجلس الشورى بعد قليل. مهندس خالد، العالم يواجه تحديات اقتصادية في هذه المرحلة، تحديات تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام. ما هي أبرز المواضيع الاقتصادية الملحة الآن في المملكة التي من المفترض أن يوليها مجلس الشورى اهتماما كبيرا في المرحلة القادمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أكرر التهنية لأعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية، وربنا يوفقهم. وكل مواطن سعودي هو جندي في مهمته وفي عمله، نتمنى لهم التوفيق. أما بالنسبة يمكن أبرز المواضيع اللي صراحة الآن يفترض أنه يسلط عليها الضوء، أنا أعتقد اللي هي قضية البطالة وإيجاد فرص عمل وتوليد وظائف للشباب السعودي. في ظل أنه شريحة التركيب السكانية لسكان المملكة العربية السعودية 70% هم من الشباب، فهذا هو التحدي الكبير. فأنا أعتقد فيه عقول ومفكرين وأصحاب تجارب وأصحاب اختصاص في مجلس الشورى يستطيعون أنهم يضفوا الشيء الكثير في الجانب هذا. أنا أعتقد يمكن هو أكبر تحدي الآن يمر علينا الآن، طبعا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، في ظل رؤية السعودية 2030 اللي هي تنويع مصادر الدخل والاستغناء عن البترول. إذن لابد أن نولد ونخلق وظائف للشباب السعودي، وتكون امتداد ويكون خلينا نقول هم استراتيجي بالنسبة لنا. فأنا أتوقع أتمنى أنه حتى يخصص لجنة متخصصة في هذا المجال في مجلس الشورى، بحيث أنه هي خلي مجلس الشورى جهاز رقابي تشريعي وخلافه، بحيث أنه يضغط على الأجهزة التنفيذية من وزارات وهيئات وخلافه. فمجلس الشورى بالعكس شفنا قرارات ومواضيع صدر فيها وشرع وخلافه، والحكومة يدها الله أيدت التوجهات والقرارات اللي أو التوصيات اللي نتجت من مجلس الشورى. فأنا متفائل خير في قضية توليد الوظائف وإيجاد الوظائف، أنه من خلال لجنة متخصصة في مجلس الشورى لتكون داعم ورافد وتعزيز للأجهزة التنفيذية سواء قطاع عام أو قطاع خاص. نعم، أرحب بضيفي من جدة الدكتور فؤاد بوغري الكاتب الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور فؤاد. نتحدث معك عن دور مجلس الشورى فيما يخص الناحية الاقتصادية. ما هي من خلال متابعتكم أبرز القضايا الاقتصادية التي طرحها مجلس الشورى في دوراته السابقة والتي تمس المواطن بشكل مباشر؟ مجلس الشورى حسب نظامه وصلاحيته هو يعني السلطة الأساسية في مراجعة وصياغة الأنظمة. وطبعا كما نعرف إلى أنه في الفترة السابقة صدرت الرؤية الخاصة 2030 وخطة التنمية. وأيضا من أهداف المجلس هو مراجعة هذه الأمور، على حسب ما علمنا إلى أنه أرسلت الرؤية والخطة بعد يعني إجازتها في مجلس الوزراء لمراجعتها وإبداء الرأي. هذه أعتقد أهم خطوة كانت من الناحية الاقتصادية في ما يختص مجلس الشورى، إلى جانب طبعا إجازة الأنظمة الاقتصادية الصادرة من المجلس. سوف نعود إليك دكتور فؤاد. دكتور مشعل، آلية عمل مجلس الشورى كيف هي الآلية، يعني خاصة فيما يتعلق ببعض المقترحات، بدور اللجان على أرض الواقع كيف تعمل كل لجنة على حدا بحسب التخصص، وأعضاء اللجان بشكل بنسبة كبيرة متخصصون في مجال محدد يعني بعمل هذه اللجنة؟ وتعرفين من حين الحقيقة بروزه في هذه الصورة الجديدة من عام 2014 كان الحق يقوم على نظام لجان، وكان 15 عضوا أو 10 أعضاء، والحقيقة يصوتون على مقترح واحد، ألا وإنه في فترة بعد لحقت وقلص على أن يكون للشخص الواحد من الأعضاء له أن يقترح. والجميع يصوت عليه، والمسجد والمجلس هو سيد قرار نفسه، فلذلك يكون بصوت واحد مقترح لربما يمشي ولا يقف عند هذا الحد، بل حتى أنه مواطن ربما يكون عنده مقترح معين هو يراه المجلس مناسبا يفعل مثل هذا المقترح، وهو من مواطن ليس من الأعضاء. فالحق فتح باب جديد الحقيقة لهذا المجال في مسألة المقترحات والتوصيات، وتظل هذه التوصيات الحق في إطارها
الحقيقة الشوري الذي ينحصر في المجلس إلى أن تصل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وبعد ذلك تقر أو لا تقر، ذا كأمر آخر. الحقيقة والآلية الثانية الذي يجب أن يعني يطلع عليه الجميع، ويريد أن يكون هناك إعلام على مثل هذه القضية وتوضيحه للناس، حتى يعرف الناس مدى أن المجلس الحقيقة عامل بكل قطاعاته، والحقيقة يبرز لربما بعض القضايا البسيطة في المجلس وتكون مجالا للتندر أو مجالا للتساؤل عن عمل هذا المجلس. والحق كل ما يحال إليه من المقام السامي هو الحق يدرسه المجلس، سواء قضية كبيرة أو قضية صغيرة، قضية حجمها صغيرة أو قضية حجمها كبير، الحق كل هذه الأمور هو مطلوب منه دراستها، إضافة إلى دراسة التقارير التي تأتي من الوزارات. والحقيقة المراقبة والمحاسبة الوزراء وكذلك مساءلتهم هي الحق لم تصل إلى المأمول منها، لكن هي الحق بادرة جميلة في المجلس أن يكون مثل هذا الطرح الهادي في مسألة التعامل مع الوزير وتساؤله، والحق إظهار بعض الأشياء التي يجب أن يفعلها والتي يجب، لأنه تعرف المملكة العربية السعودية خطت خطوات قوية جدا خلال الأشهر التي تعدت سنة وتقريبا 6 أشهر أو قرابة السنتين، من جعل مجلسين في مجلس الوزراء، مجلس أمني سياسي ومجلس اقتصادي إنمائي، فكان لهذا المجلسين الحقيقة يستشرفون رأي أعضاء مجلس الشورى ليكون القرار عليه بناء على محاسبة الوزير حينما يجلس مع سمو ولي العهد في مسألة مثل الأمور الاقتصادية أو سمو ولي وفي الدورة السابقة التي تعدت. الحقيقة أقر دراسة 3 جهات سيادية، وتقرير وزارة الداخلية، تقرير وزارة الدفاع، تقرير الحرس الوطني، هذا لم تكن كذلك. المؤمل في أنه الميزانية العامة أن تدرس في المجلس، والحق أتصور أنه الأمر ماشي. فالحقيقة كثير من هذه الأشياء التي تهم الوطن الحق تفعيلها والعمل عليها بشكل جاد وقوي، الحق سيكون له أثر. مهندس خالد، بعد إعلان رؤية المملكة 2030، وكما أشار دكتور مشعل إلى دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مناقشة كل الأمور الاقتصادية بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية، كيف يجب أن يتماشى عمل مجلس الشورى مع إعلان رؤية المملكة 2030 والتغيرات الجديدة يعني في هذا المجال؟ طبعا بالنسبة لدور المجلس يمكن ما يتعارض طبعا مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. طبعا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو مجلس، خلينا نقول، صاحب قرار، صاحب اتخاذ قرار. أما مجلس الشورى دراسة توصيات، اطلاع على ملاحظات، رفع مرئيات وخلافه. فهنا يمكن الفرق بين المجلسين طبعا. يعتبر بالنسبة لمجلس الشورى، طبعا أنا أعتقد أنه في شغلات كثير لابد أنها تمر من خلال مجلس الشورى، فيما يخص مثلا المواطن والشعب عموما وخلافه، لأنه المجلس في النهاية يمثل المواطن. فمثلا اتفاقيات والمعاهدات الدولية وخلافه تمر مثلا على مجلس الشورى. فمجلس الشورى خلينا نقول هو القاعدة الأساسية لتنقيح و دراسة جميع ما يعرض عليه من أنظمة وإجراءات وتقارير رقابية وخلافه، ثم ترفع إلى 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 المجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ القرار وخلافه يعني. في يمكن هذه الفرق هنا، إنه هذا نظام تشريعي وهنا نظام اتخاذ قرار مجلس الشؤون الاقتصادية. دكتور فؤاد، أيضا أتحدث معك عن التحديات الاقتصادية الراهنة والتي من المفترض أيضا أن يواكبها مجلس الشورى، وهي تحديات اقتصادية عالمية لا تواجه المملكة وإنما تواجه الاقتصاد العالمي ككل. أبرز المحاور الاقتصادية الملحة في المرحلة المقبلة في الدورة الجديدة لمجلس الشورى وفي يعني مع إعلان رؤية المملكة 2030. طبعا إذا نظرنا إلى الرؤية، فأهم شيء يعني هو موضوع تنويع مصادر الدخل. هذا أعتقد هو أهم عنصر مهم يجب أنه فعلا يناقش في مجلس الشورى، وبالتالي الأنظمة الخاصة به عندما تحال إلى المجلس
لابد أن يصدر بها أنظمة. أنا أعتقد مجلس الشورى قام بدور كبير في عملية مناقشة وإصدار الأنظمة عندما أحيلت إليه. فقط يمكن في سنة واحدة وجدنا أنه ناقش 275 يعني موضوع. هذا يدل على مدى إنجاز المجلس في الدورة الأخيرة وطبعا الدورات التي قبلها. أعتقد كما ذكر الأخوان عملية تشكيل اللجان هي الآن 14 لجنة. يمكن التركيز في المرحلة القادمة يحتاج إلى الموضوع الاقتصادي، فهنا يبرز اقتراح إلى أنه ضرورة إعادة النظر في تكوين هذه اللجان وصياغتها بالشكل الذي يخدم إن شاء الله الهدف. دكتور مشعل، في نفس السياق يعني وذكرت في البداية أن أعضاء مجلس الشورى كان 60 عضوا، الآن يعني تجاوز هذا العدد أو ارتفع إلى 150، ومجلس الشورى بتطور دائم، كيف يمكن أن تواكب اللجان في مجلس الشورى الآن هذا التطور الاقتصادي، وهل يمكن إعادة النظر في مسميات اللجان في تخصصاتها وفي عملها على أرض الواقع؟ هو واقع الحال حقيقة من ما رأيناه من دمج لبعض الوزارات وتغيير بعض المسميات وهذه النقلة النوعية للمملكة العربية السعودية في هذا العهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نرى أن المجلس من ضرورة عمله أن يتواكب مع هذه التطورات الحقة ويغير المسميات ويدمج بعضها ويولد لجان جديدة. هو الحقة هذا عمل المجلس قائما على هذا الأمر. هناك لجنة الحقيقة هي هامة في المجلس وهي حقوق الإنسان والعرائض في المجلس، والحقة تتواصل مع الشعب ومع الأمة السعودية الحقة بكامل مكوناتها. هو يجب أن يكون العمل عليها أكثر فاعلية من أجل أن يستمطروا الحقيقة الآراء السليمة وبعض الآراء التي لها قيمة الحقيقة لمستقبل المجلس وللرأي العام بالنسبة لما يقدم إلى خادم الحرمين الشريفين وللقيادة. الجهاز التنفيذي عندنا في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى مثل هذه التواصلات الحقيقة المؤسساتية التي يسعى المجلس جاهدا على أن يكون على المستوى المأمول منه. نعم مهندس خالد، هناك اقتصادي يعني كيف ترى من وجهة نظرك ما يجب أن يتم تغييره في مسميات اللجان أو في عملها مواكبة للتغيرات الوزارية أيضا لضم بعض الوزارات إلى وتغيير مسمياتها وتغيير تخصصاتها؟ والله يمكن في لجنة أنا أعتقد اللي هي لجنة توليد الوظائف أو إيجاد فرص عمل، هذه من اللجان أنا أشوف أنها فعلا لازم تكون فاعلة ومحورية في تشكيل لجان المجلس الجديدة. وزي ما ذكر الأستاذ فؤاد تنويع مصادر الدخل، يعني العقول اللي تحت قبة المجلس لديهم الخبرات سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي، خبرات متنوعة، فلجنة في تنويع مصادر الدخل لابتكار بعض الجزئيات. طبعا لا ننسى أنه المجلس له شراكات وله تنسيق في تبادل الخبرات وخلافه مع المجالس أو مجالس البرلمان في بعض الدول، فالمجلس الآن عنده فرصة أنه يطلع على بعض تجارب بعض الدول في الجوانب الاقتصادية في اللجان الاقتصادية، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون طبعا. فأنا أعتقد يمكن هذه اللجنتين من أهم اللجان الآن اللي مفترض أنه تتم في الدورة الجديدة طبعا، ونسعد إن شاء الله أنه يطبق شيء منها، لأنه في لجان أحيانا تقليدية صراحة، أنا ما قريت اللجان، لجان يحتاج لها شوية انفتاح وتماشي مع رؤية السعودية 2030. فنتأمل أن اللجنتين هذه تكون ضمن التشكيل الجديد أو التعديد. نعم دكتور فؤاد، وجهة نظرك بهذا الشأن، خاصة وأن يعني كما أشرنا هناك عدة وزارات تم تغيير مسمياتها أو اختصاصها، مثلا ضم الطاقة إلى الثروة المعدنية والصناعة إلى وزارة الطاقة، ضم وزارة التجارة والاستثمار بدلا أن تكون وزارة التجارة والصناعة سابقا. كيف يجب أن يتواكب دور اللجان في مجلس الشورى مع هذه التغيرات الوزارية من وجهة نظرك؟ طبعا التغيرات الإدارية هو واحد من الأمور التي يجب أنه تتغير اللجان تبقى لذلك، ولكن النقطة الأهم هي موضوع الأنظمة. أنا أعتقد الآن إحنا عندنا أهداف مهمة جدا صدرت فيما يختص بالرؤية، فالرؤية تحتاج فعلا إلى مساندة يعني إدارية سواء من الوزارات أو من الجهة الأخرى اللي هي مجلس الشورى.
فأعتقد بتغير توجهات المملكة الآن نحو المستقبل تحتاج فعلا إلى تغيير هيكلي فيما يختص نظام المجلس أولا وصلاحياته، وثانيا أعتقد أنه تكوين اللجان. دكتور مشعل، ترى بأن يجب أيضا يعني كما أشار دكتور تغيير نظام مجلس الشورى أو نظام عمل اللجان، توسيع صلاحياتها، ما رأيك من هذا؟ هو الحق لا بد أن يكون هذا التغيير الحق هو المنظور من المجلس، لأنه نعم. إذا كانت مسيرة المجلس بطريقة الإدارات التنفيذية أو الوزارات التنفيذية، هو الحق رجعنا إلى البيروقراطية الحكومية المقيتة المقلقة، نريده أن يكون أكثر فاعلية وأكثر تفاعلا مع القضايا. حينما يكون المجلس سباقا إلى القضية قبل وقوعها أفضل من أن يكون متأنيا بعدها. هذه نقطة مهمة جدا. بعض الأنظمة الحق المجلس الشورى هو قائم بها، وهي دراسة الأنظمة وسن الأنظمة وتعديل الأنظمة، هو الحق قائم بهذا المجال من وقت تأسيسه ولا زال يعني في تطور مستمر فيها. بعض الأشياء التي يجب أن ينظر إليها الحقيقة والعمل عليها، وهي الحقة مثلا آلية التصويت على 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 كثير من الأشياء التي تأتي سرية من 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 مقام خادم الحرمين الشريفين أو المقام السامي، وهي الحقيقة ليست سرية، هي أرسلت إليهم وتجعل في المجلس سرية. المفترض مثل هذه القضية سرية كثير من الأمور أنها تزال ما دامت ليست أصلا هي سرية. فإذا هي ستعرض على 150 عضوا ليكون الرأي فيها واضحا ويكون التصور عليها واضح، وهو من الأعمال التي يجب تغييرها. ممتاز. ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف، تنضم إلينا الدكتور دلال الحربي، عضو أستاذة في التاريخ المعاصر والحديث في جامعة الأميرة نورة وعضو سابق في مجلس الشورى. أهلا بك معنا دكتورة دلال. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك. في البداية أسألك دكتورة دلال عن تجربتك كسيدة في مجلس الشورى، كيف كانت تجربتك في عمل مجلس الشورى؟ في البداية الحقيقة أود أن أبارك لمجلس الشورى تشكيله الجديد، وأتمنى من الله العلي القدير كل التوفيق للزملاء والزميلات الذين جدد لهم أو الذين أيضا عينوا في الدورة السابعة. حقيقة أنا سعيدة جدا بأنني كنت من ضمن المجموعة التي دخلت في الدورة السادسة، وهي الدورة التي شهدت أضوية المرأة لأول مرة في مجلس الشورى. كما يعلم الجميع بموجب طبعا هو القرار التاريخي الذي اتخذه الملك عبد الله بن عبد العزيز عليه رحمة الله. طبعا دخول المرأة إلى مجلس الشورى استلزم تعديل المادة الثالثة من نظام المجلس، والتي هي تنص على العضوية، والتي حددت بتعديلها عضوية المرأة، كما استلزم أيضا تعديل المادة الثانية والعشرين من اللائحة الداخلية أيضا، والتي أيضا تنص على عضوية المرأة في اللجان التي يشكلها المجلس. بالنسبة لتجربتي حقيقة أنه التجربة كانت تجربة ثرية. أنا لا أستطيع في كلمات موجزة أن أصفها، لكن هي يعني هي كانت ثرية ومميزة باعتبار إنه الكثير، خاصة مع دخول المرأة لأول مرة في عضوية المجلس وحضورها ومناقشتها والإبداء برأيها تحت القبة. كان ذلك كله تحت الرهان، كثير راهنوا على حضور المرأة تحت قبة الشورى، لكن قد تكون يعني شهادتي غير محايدة في هذا الصدد، لكنني أنا صراحة أتطلع إلى أنه أن تقوم فيها محايدة بتقييم عمل المرأة في مجلس الشورى. لكن على أي حال أستطيع أن أقول بأن التجربة كانت رائعة وجميلة. العضوات جميعا قدموا الشيء الكثير من الأفكار البناءة. كان للبعض منهن وجود قوي من خلال إثراء المناقشات التي كانت تجري من خلال الجلسات، ويؤيد هذا أهل المتابعة الإعلامية. يعني الدورة السابقة شهدت حضور إعلامي مكثف، خاصة فيما يخص تغطية المداخلات وطرح المرأة بشكل عام. أنا شخصيا يعني لو سمحت لي أستطيع أن أقول أنه التجربة
تقييمها هو يتم أيضا من خلال رسم ما قدمته المرأة خلال الدورة السابقة. نعم، هنا أسألك أيضا دكتورة دلال، يعني عدد السيدات في مجلس الشورى كان في الدورة الأولى 20 سيدة، الآن ازداد العدد إلى 30، هذا ما يوضح أيضا اهتمام القيادة بدور المرأة وبزيادة فعالية المرأة في المجتمع على المستوى الاقتصادي أو على المستوى المجتمعي وغيرها من الأمور. هنا كيف تنظرين إلى زيادة عدد السيدات في مجلس الشورى والمأمول من وجودهن في مجلس الشورى؟ هو الحقيقة أن الرقم لم يتغير. الدورة السابقة نسبة عضوية المرأة في المجلس 20%، وبالتالي العدد هو ظل كما هو 30 عضوة في الدورة السادسة والدورة السابعة. لكن هو الملاحظة أنه خروج 20 سيدة، كنا يعني نتوقع أن يكون نصف العدد، لكن هو اللي حصل أنه 20 سيدة خرجوا من الدورة السادسة. وطبعا لولي الأمر وجهة نظر مؤكد في هذا الموضوع، هو إتاحة أكبر عدد ممكن للأسماء أو السيدات للدخول للمجلس. بالنسبة للتطلعات للدورة الجديدة، أنا على أول شيء على مستوى المجلس حقيقة أنا أتمنى أنه المجلس يعني يتمكن من تنفيذ الرؤى التي وضعها ولي الأمر بتحسين أوضاع المرأة وتمكينها من حقوقها، توسيع فرص العمل، المشاركة في المستويات العليا. طبعا كل ذلك يجب أن يكون في إطار التعليم الدين. أتمنى أيضا على المجلس حقيقة إنه هو يعني يتخذ خطوات أوسع لتوثيق علاقات عضوات الشورى بالمؤسسات المثيلة في العالم، وتلك التي يعني لها اهتمام بالبرلمانيات على المستوى الإقليمي والعربي والعالم. أنا حقيقة كان لي في الدورة السابقة جهد داخل المجلس لمحاولة إنه تحصل المرأة على عضوية في البرلمانات المماثلة، البرلمانات اللي هي تهتم التي تهتم فقط بعضوية المرأة فقط وليس المرأة والرجل. نتمنى إن شاء الله أنه في هذه الدورة يتحقق هذا الأمر. نأمل ذلك. شكرا لك دكتورة دلال حري، أستاذة في تاريخ المعاصر والحديث في جامعة الأميرة نورة، عضو سابق في مجلس الشورى. شكرا لك. أسألك دكتور مشعل عن دور المرأة في مجلس الشورى، كيف يتعاظم هذا الدور وتطلعاتكم يعني لدور المرأة في المجلس؟ ولا شك أن المرأة تحصيل حاصل، أنها هي الحق المكون الأساسي لهذا الإنسان، والحقيقة حوت هذا الطفل في جنينة في بطنها وأصبحت أما، وهي الحق كما هي محفوظ حقها في دستور المملكة العربية أو نظام المملكة العربية السعودية كما هو موجود في الشرع المطهر. نرى أن المرأة السعودية خطت خطوات قوية ومباركة في مسألة إثبات ذاتها ووجودها والدفاع عن حقوقها التي يجب أن تكون مستحصلة لها بحكم النظام وبحكم واقع حالها. فالمرأة في المملكة العربية السعودية والمكون الذي تم تشكيله في مجلس الشورى، الحقيقة قدمنا للمجتمع الحقيقة طرح متميز، والأمور الكثيرة التي هي تعتبر مكمل للرجل، هم شركاء في الأمر سواء المرأة والرجل، والحق عضو والحق المجلس سيد قراره، يعني لا العدد له كذلك أثر ولا غيره، وإنما النوع نفسه نوعية المقدم والمقترح الذي هو الحق يبرز هذا الكيان. حتى حينما نأتي إلى ما هو في القرآن الألفاظ التي يذكر فيها المؤمن، الحقيقة هو يشمل المؤمن والمؤمنة. والحقيقة هي لا يعني أن تذكير هذا الأمر هو الحق تهميشا لآخر والحق تكميل لبعضهما. فهي الحق قضية مهمة جدا، في أنه المسألة بالنسبة للمرأة لا تعتبر قضية شائكة عندنا في المملكة العربية السعودية، وإنما هناك بعض الأشياء الحقيقة التي يراها كثير من الناس أنها تهميشا لدور المرأة، سواء تبرز من باب الإثارة ومن باب التجيش لها. والحق يجب أن يكون المرأة دورها في مسألة ما تراه من حقوق المطلقات، ما تراه من القضايا السياسية والاقتصادية التي لها الحق أيادي واضحة، الأمور الطبية التي رأينا في المرأة الحق بارزات، وصلنا إلى درجات عالية جدا من التكريم الدولي والتكريم كذلك الوطني. فنحن حينما نتكلم عن المرأة في المملكة العربية السعودية نتكلم أنها مكون أساس
في صناعة القرار وفي هذا العمل الشوري المبارك الذي يؤمل من كل خير. مهندس خالد، رأيك في تواجد المرأة في المرأة في مجلس الشورى، وكيف تعمل على زيادة مساهمتها في سوق العمل وفي الاقتصاد ككل؟ نعم، طبعا يمكن ما أؤيد رأيي مع الدكتور مشعل. نعم. المرأة طبعا هي النصف الثاني للمجتمع. نعم. المرأة السعودية على تحديد الخصوص وجدناها تبدع في المجالات الطبية، الهندسية، الإدارية وخلافه. ففعلا يعني أنا لها أنها تكون شريكة خلينا نقول من خلال واقع يعني وجودها في مجلس الشورى، وجودها في المجالس البلدية. نعم. هذا بالعكس يعزز دورها. وبالعكس أنا يمكن أنا دائما أميل أنه أقول خلوا المرأة هي تتكلم عن حقوقها وعن مطالبها وعن خلينا نقول عن مقترحاتها وعن الأمور اللي تخدمها. يعني الآن بعض نجد الطرف الآخر مثلا كرجل ينادي بحقوق لبعض مثلا السيدات أو بشكل عام، لكن أنا أتوقع أنه فعلا المرأة هي قريبة من الطالبة، من ربة المنزل، من الموظفة، فوجودها حيوي وهام جدا. دخولها للمجلس كعضوة مجلس شورى قرار تاريخي في على البلد. نعم. 30 عضوة، أنا أعتقد 20% كنسبة الآن مشجعة وممتازة. نعم. ويعني متفائلين لأنه في عقول ما شاء الله موجودة الآن في المجلس مع التشكيل الجديد، مع العضوات المستمرات، يعني متفائلين في العقول هذه. وشفنا مناقشات يعني اللي يعرضها. نعم. يعرضها التلفزيون السعودي. يعني عمق التجربة، قوة الطرح وخلافه. نعم. دكتور فؤاد، رأيك في هذا المجال ومساهمة المرأة يعني من الناحية الاقتصادية في سوق العمل، وعدد عدد السيدات اللواتي يعني مثلا تحدث عن خريجات من تخصصات جامعية يحتاج إليها سوق العمل، ومساهمة المرأة بشكل عام؟ تفضل. طبعا المرأة في مجتمعنا أثبت قدرتها في كل ما وجه إليها من مسؤولية، تبدأ من تربية الطفل وتنتهي ب يعني مشاركة الرجل في كل أعماله. المرأة طبعا أثبتت بعلمها وأيضا بخبرتها أنها جديرة بالدخول في المجلس، وأعتقد قرار المملكة العربية السعودية بدخول 30 امرأة كان قرار تاريخي، وأثبتت كما قال الأخوة وكما ذكرت عضوة المجلس الأخت دلال إلى أنه ماذا ساهمت هذه المرأة بعد دخولها في المجلس. هذا الأمر كما عرفنا إلى أنها ساهمت في كثير من الأنظمة وأخرجتها بطريقة يعني خلينا نقول متأنية وأيضا علمية، كانت أيضا لها وجود فيما يختص أمور الأسرة والمرأة والطفل، ويمكن في الدورة الماضية رأينا يعني مساهمة نوعية، ولعل الإعلام فعلا في الدورة الماضية ساهم في توعية بدور المرأة في المجلس. كل هذا الزخم يأتي في واحدة دورة، الدورة الآن التالية والدورة السابعة نرى إبقاء العدد كما هو، وهذا أيضا يعني قرار تاريخي، وإدخال تلتين اللي هو 20 عضوة جديدة. أعتقد هذا سيعطي دماء جديدة وسيعطي إن شاء الله زخم لمساهمتهم في المجلس. نعم. دكتور مشعل، فيما يخص الأعضاء الجدد في مجلس الشورى، وهي يعني أمور في كل دورة نجد تعيين أعضاء جدد، وذلك للتواصل ما بين الأعضاء الموجودين سابقا والجدد، وماذا عن دور الفئة الشابة يعني من المواطنين؟ يعني العدد النسبة الأكبر من المواطنين هم من الفئة الشابة من الأعمار المتوسطة، كيف يجب أن يزداد دور الشبان في مجلس الشورى في المرحلة القادمة؟ هو المفترض أنه يكون شباب الفكرة لا شباب العمر، وإن كان الشباب وشريحة الشباب يجب أن يكون لهم تمثيلا في المجلس. نعم. إلا أن هناك أناس الحق في مراحل الشباب هو في المجلس،
والمؤمل في المستقبل أن يكون كذلك فيه شريحة تنبئ عن ما في هؤلاء الشباب من أفكار للمجلس وإظهارها وإبرازها بالصورة المطلوبة. والمجلس هو الحق ليس في معزل عن المجتمع المفترض أو الواقع الواقعي، حتى مع المجلس أن يكون مع المجتمع في نقل همومه وآلامه وهم ومشاكل الحقيقة وقضاياه التي يجب أن تحل وأن تقدم إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى الجهات المنفذة بأن يكون بصورة واضحة، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولا يكون هذا التصور إلا بناء على هذه الآراء التي تطرح في المجلس، لأن المجلس سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا أو متوسطا في عمره الحقيقة المحصلة في هذا الفكر الذي يطرح، الوزن في ماذا يطرح في المجلس. يعني وإن كان المكون الشبابي مهم وهي شريحة كبيرة كما ذكرتم يعني من الشباب في المملكة العربية السعودية، كما أنه وجد المرأة وجد تمثيل المرأة وبهذه الصورة التي رأيناها مشرفة والحمد لله، الحق هي أثبتت للعالم أن المملكة العربية السعودية بتطبيقها للشريعة الإسلامية وبنظامها المميز وبمحوريتها وبمكانتها بين الدول الإسلامية والعالمية والعربية، هي الحق المملكة العربية السعودية تبرز هذا الدور الإسلامي الوسطي بهذه الصورة التشريعية أو الشورية. الحقيقة لأن هناك فرق بين القضاء وبين الشورى، الشورى حينما يعلن الحقيقة هو يزيد من 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 تقويته ومن إظهاره بالصورة المطلوبة، القضاء حينما يعلم يؤثر على القضاء ومسيرها. فنحن بحاجة إلى التواصل التام بين المجلس وبين الأمة. والحق هو حاصل ونحن بحاجة إلى إظهار هذا إعلاميا بالصورة المناسبة لمكانة المملكة العربية السعودية. ترى كثير من مجالس البرلمانات في العالم وترى كيف أن الناحية السلبية واضحة للأعيان، نجد في المملكة العربية السعودية أن مجلس الشورى هو الحقيقة له من المكانة ومن العمق ومن التؤدة في كثير من القضايا التي الحق تقلل هامش الحقيقة النقد الذي ينظر في كثير منها. نحن لا نرى تشنجا في مجلس الشورى، والحق هذه ميزة تعود إلى هذا النظام الحقيقة المحكم، هذا النظام الحق الذي نرى فيه نوعا إن شاء الله تعالى فتح باب المستقبل واسعا من أجل أن يكون فيه نوع من التجديد ونوع كذلك من مواكبة العصر. نعم مهندس خالد، كيف يمكن زيادة إسهام دور الشباب، دور الفئة العمرية الشابة، خاصة خريجي التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل، ومن خلال متابعتهم لمتطلبات الاقتصاد؟ نعم، يمكن امتدادا لما ذكر الدكتور مشعل عن دور الشباب في مجلس الشورى، يمكن صراحة أنادي يعني كمقترح لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه اللجنة الدورة القادمة أن يكون فيها 10 مقاعد مخصصة للشباب اللي دون 30 عام، لأنه العمر العضو الشورى من 30 فأبف يعني أو فما فوق. فأتمنى ليش الشباب الآن، شباب اليوم اختلفوا عن شباب السابق في قضية الطاقة والتقنية والعلم واختلاف التخصصات، ولدينا شباب بالآلاف مبتعثون بثقافات الآخرين مع محافظتنا على القيم الإسلامية. فلما نسوي الخليط بين النضج التجربة عند الأعضاء اللي هم فوق 40 وخلافه مع حيوية وروح الشباب، أنا أعتقد أنه بنحصل توليفة تساعد على بناء المجتمع وتحقيق أهداف المجلس. طبعا بالنسبة للشباب، أنا أعتقد شبابنا الآن ودورهم في قضية الوظائف وخلافه. الآن مثلا في توجه الآن لتنويع مصادر الدخل من خلال توطين الصناعات. فأنا أعتقد أنه الباب اللي فعلا بيوظف شباب البلد وشابات البلد هو توطين الصناعة في مختلف مجالاتها، سواء صناعات الطاقة والصناعات الطبية والصناعات الإنشائية وخلافه أو الصناعات التحويلية. فهذا يمكن باب كبير، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل الآن في ورش عمل داخلية مع أنظمة جديدة بالتنسيق طبعا مع المجلس الاقتصادي الأعلى اللي هو فيه وحدة المحتوى المحلي، أنهم الآن شغالين مع استقطاب الشركات الكبيرة لنقل التقنية
وتوظيف شباب البلد وتطوير الأبحاث والتطوير طبعا. فطبعا هذه باب رقم واحد اللي هي من خلال الصناعة، توطين الصناعة. نعم. الباب الثاني لتوظيف الشباب السعودي والشابات السعودية اللي هو إطلاق برامج ريادية الأعمال. نعم. وشابات الأعمال في قضية أنه أنت تكون أونر لمؤسسة صغيرة. الدولة الآن من خلال صندوق الصناديق. نعم. وحجم المبالغ المستثمرة فيه بتكون 4 مليار ريال. نعم. هذا أكبر دعم صراحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذا يمكن دور آخر أنه نخليك رب عمل وأونر للبزنس حقك من خلال التنوع اللي بنشوفه. فالبلد محتاج همة الشباب. نعم. في البحث عن الفرص التجارية الصناعية وخلافه، والدعم موجود من خلال وسائل أو أبواب أو القنوات التمويلية الموجودة في عندنا في البلد. صحيح. في يمكن أنا بأمانة يمكن أركز على شغلتين، توطين الصناعة ودعم ريادي الأعمال ورائدات الأعمال. نعم. من خلال خلق منشآت صغيرة يقودونها بأنفسهم. نعم. دكتور فؤاد، ما هي تطلعات إذن لدور الشبان في المرحلة القادمة تماشيا مع رؤية المملكة ومع برنامج التحول الوطني الذي أعلنت من خلاله كل الوزارات مبادرات ومبادراتها للعام 2020؟ طبعا نحن ذكرنا قبل قليل إلى أنه ضرورة يعني النظر في نظام مجلس الشورى، ولعل أهم اقتراح إلى أنه إدخال بعض الأخوة الشباب في المجلس عبر تغيير أحد الأنظمة الخاصة بالعمر 30 سنة. لكن أعتقد على مجلس الشورى أيضا أن يبادر في إدخال الشباب عبر اللجان الاستشارية. أعتقد إلى أنه مجلس الشورى من حقه إلى أنه يدخل الشباب أيضا في مجلس الشورى عبر المجالس أو اللجان الاستشارية، فعندما يناقش المواضيع التي تخص الشباب لابد أن يرجع إلى هؤلاء الشباب ويأخذ رأيهم. أعتقد الشباب هم عنصر مهم في مجتمعنا، ولعل الكثافة السكانية الآن لو نظرنا إليها نسبة الشباب نجدها هي النسبة العظمى، فيجب أن نستشيرهم ويجب أننا نربيهم على التربية الديمقراطية وأيضا على التربية التي تأخذ رأيهم، وبالتالي هم يساهموا في العمل ويحققوا هذه الأهداف التي شاركوا في رسمها. وأعتقد أن الرؤية القادمة رؤية 2030 تحفز هؤلاء الشباب لكي يستثمروا طاقاتهم ويوجهوها نحو البناء ويساهموا بإذن الله في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. دكتور مشعل، فيما يخص هذه اللجان التي تحدث عنها، هل من المفترض أن يكون أعضاء اللجان هل بالإمكان أن يكون لهذه اللجان استشارات أو مستشارين من خارج مجلس الشورى يكون لهم دور أيضا في هذه هو الحق المعمول فيه. هناك بعض المستشارين وحتى المجلس يعني فيه هناك ما إذا احتاجوا لاستشارة خارجية. نعم. النظام يحمي هذا الجانب يعني. نعم. فالاستشارة طبعا هي مطلب، والحق كثيرا ما يجلسون مع الهيئات الحكومية أو الوزارات الحكومية، والحق نوع من العمل التكاملي بين المجلس وبينهم أو بعض التساؤل، الحق الذي يفرز مثل هذه القضايا التي يكون عليها مقترحا. نعم. أو يكون عليها توصية، الحق لدعم هذه الجهة أو تلك، أو سحب الدعم من هذه الجهة لأنه الحق لا تستحق ويوضع في مكان ثاني، وهو عمل في المجلس فالاستشارة هي واردة. هي أصلا الشورى هي مبدأ للمشاورة لأخذ ما هو الأصلح واختيار الأخير في القضية. فهو الحق هذا باب مفتوح من مسألة الاستشارة، والواقع أثبت مثل ذلك. الحق هي عبارة عن مزيج من أخذ رأي المجالس أو الوزارات الأخرى مع أعضاء المجلس، وكثير ما تجد هناك ورش عمل خاصة في القطاع التعليمي أو القطاع الجهات الحق. نعم. ذات العمل المستعجل الدائم تجد أن هناك بعض الورش الحق الدائمة في المجلس لإبراز الصور المهمة في مسألة بناء الرأي. نعم. مهندس خالد، كيف تنظرون إلى هذا النقاش والتواصل ما بين أعضاء مجلس الشورى والوزراء
يعني عدد من الوزراء في مجلس شورى تحت قبة مجلس شورى لمناقشة أداء هذه الوزارات وأخذ يعني رأي أعضاء مجلس شورى. ممتاز. طبعا صراحة أنا أنظر أنه خلينا نقول زاد حجم الشفافية عندنا في مع الوزارات المسؤولة مع الوزير، يعني نعم. ربما لما الوزير بنفسه يحضر مع مستشاريه مع مساعديه أمام أعضاء مجلس الشورى ويناقشوا أداء وزارته وبعض الملاحظات، فهذه يعني نوع من أنواع الشفافية اللي فعلا يريدها المواطن. طبعا نعم. مجلس الشورى هنا قاعد يمثل المواطن، لما نشوف وزارة تقدم خدمات لمواطنيها. طبعا مجلس الشورى برضو يستقي بعض الملاحظات وبعض المرئيات من خلال الشارع العام اللي يثار في الشارع العام أو يثار في وسائل التواصل الاجتماعي، مجلس الشورى قاعد ينقلها للوزير باسم المواطن. فبالعكس هذه يمكن خلينا نقول في ارتياح على مستوى المواطنين أنه الوزير يعني يساءل ويناقش وخلينا نقول في شفافية كاملة على أداء وزارته. فهذه يمكن واحدة من الإيجابيات صراحة اللي يعني تحسب لمجلس الشورى صراحة. دكتور فؤاد، رأيك بهذه المسألة والنقاش والتواصل الدائم ما بين أعضاء مجلس الشورى والوزراء كافة؟ طبعا أهم نقطة في النقاط التي اختص بها مجلس الشورى هو مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات. نعم. أعتقد هذه تتطلب حضور فعلا الوزير ومساعديه والناس الذين صاحبين القرار في الوزارات، وهذا طبعا رأيناه موجود يمكن في الدورات الأخيرة وازداد مع يعني مع الوقت الأخير. وهذا كما ذكر الإخوة أنها فيها نوع من الشفافية، وهي ليست شفافية خلينا نقول للشو، هي شفافية من اختصاص عمل المجلس وعمل الدولة. وأيضا فيها توضيح عن دور الوزارة ونقاط الضعف وجدت لكي يتم معالجتها من قبل هذه الوزارة. ورأى طبعا المواطن كثير من الجهات الحكومية بدأت فعلا بتصحيح وضعها والنضج الإداري الذي حصل في الآونة الأخيرة، يعني كان سببه وجود جهة رقابية أدت دورها. ونترجى إلى أنه بإذن الله مع تحسن الأداء ومع تحسن أيضا النظام سوف نرى زيادة في الدور الرقابي للمجلس. نعم. دكتور مشعل، سؤال أخير، تطلعاتكم لعمل المجلس في الدورة الجديدة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لولاة أمرنا ولمجلس الشورى أن يكون قائما بما يطلب منه، إلا أن تطلعاتي الحقيقة هي مؤمل في هذه القيادة الموفقة المباركة أن يكون هناك شريحة من الأعضاء منتخبة، لأن الانتخاب في المجلس حينما يكون هناك ملاحظة على من ينتخب والحقه بناء على العاطفة وبناء على الرغبة وبناء على الانتباه والعصبية، إلا أنه لربما أن المجلس يعمل في هذه الفترة على أن يجعل لوائح مقننة ومنظمة لمن يرشح للمجلس فئة معينة، يعني 30% أو 40% من الأعضاء يكون انتخابا، ويكون هذا الانتخاب تحت الحقيقة لائحة معينة من التنظيم، يراد منهم مهندسين أو يراد منهم اختصاصاتهم كذا، فيكون الحقيقة داعم قوي لإنطاق المجلس. وهناك الحقيقة ملحظ بودي أن يركز عليه، الحقيقة هو يجب أن يكون ينفتح على الإعلام بشكل إيجابي لا بشكل على إثارة لقضايا مهمة في المجلس. طيب. دكتور مشعل علي، خبير استراتيجي عضو مجلس شورى سابقا، شكرا جزيلا لك. مهندس خالد الغامدي، خبير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعة، شكرا لتواجدك معنا في حلقة اليوم. ودكتور فؤاد بوغريك الكاتب الاقتصادي كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.